first time ever that we inaugurate a solar farm in a refugee camp. It's a paradigm shift in a way when you think about how all of us can support the humanitarian sector in support of the displaced people. ما السهرة للسبعة كنا خلص ننام مثل ما بقول مثل الدجاج بس هسه لا وين سهرتنا للثلاثة للثنتين بالليل وجود الكهرباء نشتغل يعني شغلات خفيفه يعني اللي نقدر عليها بشغل اليدوي يعني مو كافه الحلويات الموجوده بس ولكن بجت الكهرباء اشتغلنا كافه اصناف الحلويات الموجوده هون عندنا.